75% من الشباب يعتمدون على مشاعرهم للشراء، ونصيحة الخبراء لهم اليوم: لا تثق بمشاعرك. على كل حال، التسوق العاطفي يواجه الخدع التسويقية. مثلاً، متاجر عدة تعرض الأسعار أمام زبائنها عبر حيل بصرية تتحاشى إظهار السعر كاملاً، وهذا يمنح المشتري إحساساً أقل صدمة. فمثلاً، دولار و99 سنتاً بالتأكيد أقل من دولارين كاملين. طبعاً يا ليت ستدفعك هذه الحيلة وغيرها على الشراء، والتي قد تكشف لاحقاً إنها لم تكن مبررة تماماً. خلونا نروح للسوشيال ونشوف فيديو لرائد الأعمال وصاحب شركة باعشن، اللي عرفنا فيه عن ملامسة مشاعر العميل بالمنتج لكي يثق به ويشتريه. يلا. ثقة يعني مثلا أنا عندي عطر، أوكي؟ أنا عندي عطر، من الصعب أنت ممكن يجي على بالك: يوسف، أنا كيف أقدر أبيع هذا العطر؟ لأنه الناس مش واثقة فيه، لا شموا العطر ولا أي حاجة. لكن الناس بتشتري من عن طريق الفيلينجز، المشاعر. الناس في الأساس بتشتري عن طريق المشاعر. بمعنى، أنا ببيع مثلا هذه الموية بكواليتي مرة عالي، لابد أن أنا أظهر في السوشيال ميديا بشكل مرة بروفيشنال حتى العميل يقتنع أنه هو فعليا يستاهل سعره، وأنه هو غالي وكواليتي كويس. فلابد أنا أعكس المنتج في السوشيال ميديا حتى الناس يبدأ يثقوا فيه. فيديو رائع. ونروح أيضا للزميل الريان الظاهر، اللي تعرفنا بأساليب تسويقية مقنعة وجاذبة للزبائن. هي من أكبر المتسوقين أنت بتوقع. نحن حنكشف هنا لعبة المسوقين المحترفين. يعني صراحة، أنت كيف تتسوق الريان عادة؟ أحيانا أونلاين، لكن ما دايما بيكون يعني نفس الحاجة اللي أنا عايزها. مسرة تسوق الريان معروفة. افهم المشاعر قبل أن تبيع لتسويق أكثر جاذبية وإقناعاً للمستهلك، وهكذا ينصح أعضاء وكالة فوربس. ابدأ بالعاطفة وادعمها بالشعارات، فأغلب الناس يستجيبون للتصريحات العاطفية ما لم يتم تدريبهم على خلاف ذلك. اكتشف الدوافع الكامنة وراء الأشخاص لفهم السلوكيات التي تحرك الاهتمام والنية بالشراء، فهذا يتيح إرسال رسائل ذات مغزى تحقيق أقصى قدر من التأثير. ادعم رغبة القلب بالحقائق بعد مخاطبة العواطف. ادعم حديثك بالمنطق والحقائق والعقلانية، لأن العقل يبرر دائما ما قرره القلب. الاستفادة من المؤثرين للتواصل مع الجماهير، يؤدي هذا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة معرفة المنتج والربط القوي بين المنتج والعلامة التجارية، مما يخلق حضورا رقميا مؤثرا. والمهم أن تعرف ما يهتم به جمهورك لإنشاء قصة في حملتك على وسائل التواصل، ثم منحهم التفاصيل المنطقية كمعلومات المنتج أو روابط موقعك على الويب ليثقون بعلامتك التجارية معك. كما نفتح الملف. شكرا يا ريان. ومعنا كل من خبيرة المظهر لمى علاء الدين، والمتخصص في مجال التسوق والتسويق الإلكتروني شربل نصر. شكرا جزيلا لانضمامكما إلينا اليوم. إحنا ننتظر هاي الحلقة من قبل 3 أيام. لما كانت معنا قبل شوي. نرحب بشربل. صباح الخير. هنبلش مع شربل الآن. شربل، أمطينا الخدع التسويقية التي تستخدم. ما نقول خدع، خلينا التيبس التسويقية التي تستخدمها شركات التسويق لجذب العملاء ويخلوهم تشيك اوت من الكارت. يعني تمام، صباح الخير اول شيء لك المشاهدين. لا نبلش نحن اليوم. بالتاكيد مع تطور التسوق الالكتروني صار في عده طرق لحتى يتم التسويق والاعلان عبر هيدي المنصات. وبالتاكيد حيلا متابع لازم يعرف انه حيلا حركه بيقوم فيها على نظام الاونلاين هو مراقب، مش مراقب بس هو متتبع. يعني اليوم نحن كتير هينة نعمل دعايات وين ما كان، بس إذا ما عرفنا نوجه هذه الدعايات للجمهور الصح وللناس الصح يلي عندها حاجة، معناتها الاستثمار تبعنا بهالإعلان راح على المحل الغلط. فاليوم نحن حيالله موقع إلكتروني أو تطبيق على الهاتف بيكون مربوط بكافة وسائل التواصل الاجتماعي وحتى محركات البحث جوجل، وحيالله خيار بيقوم فيه المستهلك سواء بحث عن منتج معين أو نوع معين أو سؤال معين، بيتم تصنيفه بخانة معينة. طب هذا ليجل؟ هذا قانوني مسموح؟
طبعاً. اليوم انت فلا اكيد في قوانين عده مثل باوروبا جي دي بي ار، بالسعوديه مؤخرا صدر عده قوانين لتحمي بيانات بيانات المستهلك، بس كمان اليوم المستهلك لازم يعرف انه هو عنده الخيار. انا مثلا شخصيا لما اتصفح وما بحب يتم تتبعي، بروح على شيء اسمه ايكوجنيتو، يعني بروح بطريقه تتبع ما يتم حفظ الخيارات اللي بقوم باقامتها لحتى ما يجيني تونس اوف دعايات ما بحبها. واذا كان على بالي او في شيء معين لازم ينعرض علي بترك هيدا الخيار موجود. نعم، نروح للمى خبيره مظهر انت. نعم. شو برايك السبب او دوافع التسوق عند المشترين عند الناس؟ ليه بروح بتسوق؟ حلو هذا السؤال ليث. اول شيء اللي بيلعب التلاعب بصير معنا، يعني بشوف اغراء، يعني اغراء. بعدين غير المحلات، هلا هون عن الاونلاين نحكي، المحل بتدخل بتلاقي السانس الريحه حاطينها الميوزك، فبيقعدوك اطول فتره ممكنه، واكيد شرب البايد هذا شيء عشان تشتري. ثاني شيء عندك دافع نفسي، في كثير ناس بتكون محبطه ما عندها القدرة على اتخاذ القرار بالبيت، بتحس بالشراء هذا عندها السيطرة تفشش، فلازم نعرف إذا هاي من إيش السبب اللي عم بخلينا ننزل نتشرى. نعم. ثالث شيء مرات أنت بتحب تنتمي لطبقة معينة، لجروب معين، لفئة معينة، فبتصير بدك تقلدهم، بتصير بدك تلبس زيهم. رابع شيء مرات ناس ما بتقدر تعبر عن حالها بالحكي، بتقوم بتعبر عن حالها باللباس. فعنا أكثر من سبب، يعني صار يعني حكيك بيقود لسؤال، هل هو اللبس صار قناع؟ لا، أحد أساليب الأقنعة، يعني أحد الأساليب. فأنت لما تنزل للشوبينج للتسوق، اسأل حالك شو اللي ليش نازل انت اليوم؟ اذا مثلا العامل نفسي بدي اتفشش، ليش تتفشش بهذا الشيء؟ روح مثلا تفشش بالاكل مثلا، روح على المطعم. لا برضه بالاكل كمان، لانك تشتري وانت مش مفكر، بتشتري امبلسيف. طب بالحديث عن العامل النفسي، انا اللي اقوم فيها احيانا لما اريد اشتت نفسي، اضيف الملابس او الاحذيه على عربه التسوق ولا اقوم بشرائها. اريد اعرف منك ايش قد نسبه الكونفرت او تحويل هذه الأشياء اللي نضيفها إلى مشتريات؟ يمكن أقل من 3% من الأشخاص يكملون العملية، صح؟ هلا نحن بالأرقام، يعني لازم نعرف إنه اللحظة اللي بتدخلي فيها على الموقع، جميع الحركات اللي بتقومي فيها هي معروفة بتكون من قبل الشركة. اليوم هلا يعني المعدل من 1000 زائر عندك conversion 1%. سو اليوم واحد بالألف. سو أنت اليوم واحد بالمئة، أنت اليوم عندك نسبة تحويل واطية جدا يعني. بس إنه هيدا هي الترند اللي بتكون موجودة، ممكن تطلع على 2 أو 3، بس عادة بتكون 1%. وبنتابع كمان جميع الحركات، يعني قد ايه قضيتي وقت على كل صفحه، شو هي الصفحات الاكثر بتقضي وقت عليها، وين هاي كلها بواسطه الذكاء الاصطناعي. وجوجل بيوفر بعض الخدمات اللي بتعطيكي كل هالبيانات الموجوده. شرب المره قريت انه الثانيه بتفرق اذا اصبعك طول، سبيد لود بيج، يعني حتى سرعه فتح الصفحه بيعتبروها جزء من تجربه العميل، انه يكون كل شيء سهل وسلس لحتى يقدر يوصل للتشيك اوت بطريقه سريعه. كثير شيق المعلومات. لما شو النصائح لعدم التهور والانصياع للمغريات التسوقية؟ اجيتني، بدي ما أخليهم ينجحوا عملية التسويق. اللي قالته سمر كتير مهم، حط الإشي بالكارت، ما تشتري فورا. ثاني شيء ما تحط بياناتك، ما تعطيهم البيانات، لأنه أنت لما بتتغلبي تحط البيانات بتصير تفكري مرتين، بدي ولا ما بدي. لما تروح على المول اترك القطعة عجبتك، أول إشي فكر فيها ليش محتاجها، شو السبب خليني أشتريها، ممكن ألبسها بثلاث طرق مختلفة، بتكمل إشي عندي بالخزانة. حلو. بس تسأل هاي الأسئلة، لقيت أنه فعلا هذه القطعة فيش بعدها وهي it's a piece، ما تشتريها، اتركها بالمحل، قولي لما أخلص لفة المول برجعها. إذا بقت براسك معناه بدك إياها، إذا بعد التعب والهاي رجعتي لها معناه خلص. مثل اللي بفوت على سوبر ماركت يشتري أكل هو جوعان. أيوة. يشتري أكتر. بالضبط. فهاي الأشياء كتير بتساعد. وآخر شيء دائما طلع على البادجت اللي معك، فعلا محرز هذا السعر زي ما حكينا اخر مره، كلمه السيلز اللي بحطوها هي كثير مغريه، بس انت فعلا محتاجه هذا الشيء، هل ممكن هذا السعر في محل ثاني؟ نعم. على كل حال خبيره المظهر لمع علاء الدين والمتخصص في مجال التسوق الالكتروني شربل، شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا.